دعاء ثالث في يوم رمضان. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، وأسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، وأسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، وأسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، وأسألك من خير ما تعلم، وأعوذ بك من شر ما تعلم، وأستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. اللهم ألف بين قلوبنا، وأصلح ذات بيننا، واهدنا سبل السلام، ونجنا من الظلمات إلى النور، وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. واجعلنا شاكرين لنعمك، مثنين بها عليك، قابلين لها، وأتممها علينا. اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والبخل والهرم والقسوة والغفلة والذلة والمسكنة. أعوذ بك من الفقر والكفر والفسوق والشقاق والنفاق والرياء، وأعوذ بك من الصم والبكم والجنون والجزام والبرص وسيء الأسقام. اللهم آمين آمين يا رب العالمين.